أكد اللقمص كيرلس فهمي وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمحافظة سوهاج أن مصر سوف تظل دائما آمنة بفضل شعبها وقيادتها الحكيمة. جاء ذلك خلال استقبال مطرانية سوهاج المحتفلين بعيد الميلاد المجيد، حيث أشاد وكيل المطرانية بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتهنئة قداسة البابا تودروس الثاني بعيد الميلاد المجيد. احتفلنا الليلة الماضية والنهاردة هو عيد الميلاد، يعتبر بالنسبة للمصريين كلهم لأن ده عيد للأقباط كلهم، وطبعا كلنا كمصريين أقباط مسلمين أو مسيحيين.